حل رمضان فاشتدت النار تحت القدور الضخمة والتي تحتوي في جوفها كميات كبيرة من اللحم واللبن، ستوزع قبيل وقت الإفطار على المحتاجين في مدينة الخليل. هذه هي أذكية إبراهيم والتي أسست منذ نحو 800 عام زمن صلاح الدين الأيوبي. بعيدا عن مدينة الخليل وفي واحد من أزقة مخيم الأمعر للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله، يزدحم الأطفال أمام أوان ضخمة من الأرز والدجاج، فيما يسابق متطوعون الزمن لتلبية متطلبات الأسر المحتاجة قبيل مدفع الإفطار. أنا قد ما بقدر يعني بالذات بالمشروع بحاول أنه أوفر وجبة كاملة للبني آدم أو للعيلة اللي يكون عندهم موجود عندهم فطور كامل. اللي أنا أقدر أساعد فيهم عنده الضرورة الميت شكل بيوفروها، بيقدروا يوفروها للعيد مثلا لكسوة العيد، بخفف عليهم إن شاء الله أكون مساعدهم بهالمشروع هذا. أما المشهد في هذه التكية فيختلف قليلا، إذ يتم تجهيز وجبات الطعام بواسطة متطوعين ويقوم آخرون بتوزيعها على المنازل وفق الحاجة، ويمول القطاع الخاص وأصحاب الخير مثل هذه المبادرات التي تسهم في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين في رمضان. في شهر رمضان من كل عام تعود الحياة لهذا المكان في واحدة من أسمى وأجمل صور التكافل الاجتماعي. تنتشر مطابخ الفقراء هذه في القرى والمخيمات والمدن لترسم البسمة على محيا فقير صائم. من مخيم الأمعري، عبد الحفيظ جوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية.